حياكم الله برنامجكم الأسبوعي من حولك، والبداية دائماً من العناوين. أم اللول وفرانكو يلحقون ربعهم بتهمة المحتوى الهابط، والداخلية تأكد استمرار الحملة. البس حزامك وعوف موبايلك، المرور تشغل كاميرات ذكية بخمس تقاطعات ببغداد. وقبل ما ندخل بتفاصيل حلقتنا ومواضيعها ويا ضيوفنا، نشوف شنو أكثر الفيديوهات اللي أخذت صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتابع فقرة الأكس بلور ويا فيان الجادري. أكثر من شهرين مرت على عملية طوفان الأقصى، والحد هسه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع من فلسطين. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويا فيديو الاستعراض العسكري اللي سوته كتائب القسام أثناء تسليم الأسرى، واللي كان بمثابة انتصار للمقاومة على الاحتلال، لأن قالوا غزة صارت خالية من الكتائب، وإجا هذا الاستعراض وشكل لهم صدمة وكذب كل إشاعات. مقاطع ثانية انتشرت على مواقع التواصل أثناء تسليم المقاومة الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين، اللي بينت التعامل الإنساني من قبل كتائب القسام مع الأسرى. باي نعم، باي باي. الدولة بمنصات وحسابات فنية. مشهد الممثلة هندية واللي تهدي جائزتها بمهرجان فيلم فير لضحايا العدوان على غزة، وطلعت الممثلة بكلمة إلها على مسرح التكريم وهي تهدي الجائزة لضحايا غزة والعائلات. People, innocent people, children who lost their lives in the ongoing war which is happening in Gaza and Palestine. To all my villages, to my farmers who are still waiting for basic necessities in their villages. To all the creators, writers, directors, actors who are still waiting for that one big chance to be seen and heard. I hope we all get empathetic people in the world for us. I hope we get love, kindness, and compassion in this world for all of us, because that's exactly what we want today. هسا نستعرض وياكم أبرز التغريدات اللي تصدرت موقع إكس خصوص فلسطين وتسليم المقاومة الأسرى الإسرائيليين. صدر خبر الشاب العراقي مؤمل شكير موقع الفيسبوك اللي أعلن به إضافته للائحة الشرف الخاصة بوكالة الفضاء ناسا بعد إبلاغه عن ثلاث ثغرات أمنية يقدر المهاجم من خلال وحدة منها يوصل لقاعدة البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني. مثل هيجي خبر مهم يخلينا نفتخر بشبابنا المثابرة والذكية اللي دائماً ترفع رأس العراق بالعلم والذكاء. الانترنت عالم مفتوح وكل شي بيه، لا احد مقيده ولا محدده، وخصوصا بالعراق. منصات التواصل صارت باب مفتوحه للشهره والشهيره والانتشار بين قوسين الطشه. وبسبب كثره هاي المواقع والبرامج والمنصات صارت عندنا ناس تتسابق للشهره، بس بشنو؟ بمحتوى تافه هابط ما يمثل الذوق العام وما بي مراعاه لا تربيتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا نعرفها. هسه تدري هاي الشخصيات، ما تدري الله أعلم. المهم وزارة الداخلية شكلت لجنة حتى تتابع
محتوى مواقع التواصل الاجتماعي واعتقلت عدد من صانعين المحتوى المشاهير، والقضاء عزز دور هاي اللجنة وأصدر أحكام بالسجن، وأكو هواية منهم حالياً موجودين بالسجون. إيش عندنا بعد؟ وزارة الداخلية سوت منصة اسمها بلغ. المنصة انطلقت قبل أشهر، بس لازم نذكر بيها. هاي المنصة تخليك أنت تاخذ دورك لما تشوف بالموبايل محتوى تافه أو هابط، أو تشوفه محتوى ما يمثلك، تقدر تاخذ الرابط مالته وتخليه بمنصة بلغ، والداخلية هي تاخذ الإجراءات. وإذا قلت أنا شلي بهالدوخة، أخذ رابط وودي وهالسوالف هاي، لا تتفاعل ويا هاي الفيديوهات، لا تتفاعل، مو معنى إلا تسوي إعجاب، تعليق، مشاركة، لا. بمنصات هاي الموجودة بيها المواقع والمقاطع، هاي المنصات عندها خوارزميات تشوفك إيش قد صفنت على هذا الفيديو، ثانية، ثانيتين، ثلاث ثواني، أربع ثواني، راح تطلع لك فيديوهات مشابهة وراح تبقى نايم بيهن، ترضى ما ترضى. لعل الكثير يتساءل عن أن المحتوى الهابط الرقمي هل هو حرية إعلامية أم انتهاك لمعايير المجتمع الأخلاقي؟ محتويات تنشر على السوشيال ميديا تخالف القانون وتحتوي على إساءة وتحريض وتهديد وابتزاز، حتى أنها باتت خطرا على الأمن وتسيء إلى هيبة العسكر. ولهذا لا بد من وجود إجراء تحت أنظار القضاء الذي دعم مقترحات الأجهزة الأمنية من خلال تشكيل لجنة تعمل على متابعة المحتويات ومعالجة الهابط منها من خلال تقديم صانعيها للعدالة، وقد باشرت بالفعل عملها وحققت عملا متقدما في الوصول إلى عدد من صناع المحتوى الهابط والقبض عليهم. كما تم تخصيص منصة للإبلاغ عن المحتويات المسيئة من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ونلاحظ أن هناك حملات راقية للتنديد بالمحتويات الهابطة وإفساد المجتمع، فالكل معني بمقاطعة هؤلاء العابثين. ونتذكر أن الكلمة أمانة، فلنعرف أين نقولها. وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على تشكيل لجنة المحتوى الهابط، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من الشخصيات المشهورة بالمنصات، وأكثر هذه المنصات هي منصة التيك توك اللي بيها كل هواي مشاكل. شخصيتين أصدرت الداخلية مذكرات اعتقال بحقهم اللي هم فرانكو وأم اللول. تفاصيل هذه المذكرات من الجنبة القانونية راح نناقشها ويا المحامية إسراء الخفاجي، عضو لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين العراقيين. رحب بي ست إسراء. أهلا وسهلا بكم مشاهديكم. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. شنو الإجراءات القانونية اللي راح تصير بحق هاي الشخصيات؟ اليوم سمعنا قبل أيام تقريبا 5 إلى 6 أيام سمعنا أكو مذكرات اعتقال من قبل محكمة تحقيق الكرخ، بالتالي هذه المذكرات شنو راح يترتب عليها؟ المذكرات الاعتقال أو هي مذكرات القبض والتحري بالقانون اللي قبل أيام كنا سمعنا بها، بس لحد الآن ما ألقوا القبض على ولا شخصية من هذه الشخصيات. وبالإضافة إلى أنه صارت يعني لجنة قبل 8 أشهر مثل ما قلت حضرتك، أنه كثير من الأسماء تقريبا كانت 40 أو 80 اسم، وأحيانا على منصات التواصل الاجتماعي قالوا وصل 100 أو 150 اسم، كلهم راح تصدر بيهم أوامر قبض وتحري وراح تتخذ حقهم إجراءات القانونية اللازمة. ولكن شفنا مو يا الكل صار هذا الشيء، لا، وشفنا هو من عندهم طولوا أيام وطلعوا ورجعوا أيام ونفس المحتوى إذا مزاد، يعني معناتها انه مواضيع المحتوى الهابط اللي صارت على ناس وناس، يعني اكو ناس انحكمت، اكو شخصيات انحكمت، هم بالفعل محتواهم يعتبر هابط بس مو بالمحتوى الهابط اللي مثل يعني ما نقدر نقارن بيناتهم. لا، اكو ناس وصلت الى مرحله، اكو شخصيات بالمحتوى الهابط، اصحاب محتوى هابط، يعني محتوى خليع، يعني خلاعة تامة، يعني كثير من الشخصيات نشوفها انه يعني مناظر يعني متليق بمجتمعنا ولا بعاداتنا وتقاليدنا، انه واحد المخل بالحياء العام، يعني واحدها يعني
كلش كبيره مثل ما نقول. لا هو يعني مستمرين ظلوا مستمرين بالنشر مع العلم انه يعني هم يعرفون سطرت بهم اوامر قبض وتحري بس ظلوا مستمرين لا خوف ولا احترام. يعني ولا هاي المذكرات وحدها مو كافيه تشوفيها حتى نحد من هذا المحتوى نوعيه هذا المحتوى؟ ما هي صارت تعرف انت صارت الحمله خلال شهر كل الناس مثل ما شفت على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تابت وكلها قامت تنزل صار خوش ولا زو خوش كلهم قاموا ينزلون انه هم دا يصلون وتابوا بالاضافه الى انه هوايه منهم نزلوا تصريحات انه احنا بعد ما نعيد هذا الفعل وما راح نكررها وما نعرف انه هذا الشيء ممنوع بالقانون بس انه مجرد انه هدئ الموضوع رجعوا نفس الشيء يعني هم نفسهم اللي قالوا بعد ما ننزل قاعد اشوفها بعد يعني وراها هم تنزل وقامت تنزل اكثر قبل كانت مثلا مطلعه بس ايدها هسه قامت تطلع بطن قامت تطلع رجلين قامت تزيد بالاضافه الى انه الشخصيات انه برايي او براي الساحه العراقيه كلها اكو شخصيات معينه مدعومه من اشخاص سياسيين مدعومه من اشخاص يكونون هم يعني منصلب مؤسسات الدوله ولا يعني على اي اساس انه عليهم مذكرات قبض وهم يمشون عادي بالشوارع وينزلون على مواقعهم الحسابات الخاصه بهم وينزلون اول باول يعني, يعني معناتها القوات الامنيه لو تريد توصل لهم هذا الحكي مهم يعني اليوم صناع المحتوى صاروا اقوى من القانون خصوصا المحتوى هذا المحتوى الهابط لا هو القانون لو في حاله القى القبض عليهم القانون راح يتخذ بهم اجراءات بس هو المشكله هي القوات الامنيه اللي تطبق القانون لا ناس وناس اكو ناس القوا القبض عليهم اكو ناس تركوهم يعني احرار ما يسر على الكل بالضبط يعني هو يعني هو مو القاضي اللي يطلع مثلا يلقي القبض عليهم لا اكو قوات مشتركه بين الجهه القضائيه بالاضافه الى جهه القوات الامنيه هم اللي يلقون القبض عليهم وهم اللي يسلموهم الى القضاء زين هم اذا مدى يلقى القبض عليهم شلون راح يلزمون زين اكو هواي من عندهم في حاله طلعوا يريدون يلقون القبض عليهم وطلعت فلانه انه مسنوده وراها فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني يشوفهم ما شاء الله تليفونها تدق لك على 100 مسؤول بدقيقه واحده وتجي السيارات بس هذا المشكله مو بهم المشكله بالمسؤولين يعني نقولها صراحه يعني المشكله بالمسؤولين اللي يدعمون مثل هالشخصيات هسه قبل هسه قبل البرنامج كنا نتناقش في موضوع معين اللي هو نظام المسؤولين والاشخاص السياسيين هذا نظام عالمي بكل العالم اذا كان باوروبا او بالدول العربيه نعرف احنا نسمع فلان رئيس يعرف فلان ممثله وفلان ممثله تطلع عليهم بس شنو بشكل سري يعني مو مثل هسه اللي دي يصير احنا عندنا بالعراق يعني مع العلم انه احنا مجتمعنا عادات وتقاليد بالاضافه احنا مجتمع عشائري يعني ذولي النساء اللي يطلعون بهذا الشكل يعني وراهم عشيره وراهم عائله واخوان وغير وغير بالاضافه لهذا كله اكو قانون بالإضافة لهذا كله أكو قانون وتطلع عينك تتجاوز على القوات الأمنية تتجاوز على السيطرات لما يكون عندها فد معاملة بمؤسسة الطب هي حالها حال مدير عام لا تخاف ولا أبد بالعكس إنه هم يوقفوا لها وهم اللي يستقبلوها ومعاملاتها كلها ماشية بينما تشوف بالمقابل أكو ناس صحيح مستحقة وتريد هذا الشيء ومستحقة هذا الشيء ما حد اساسا لا احد بحالهم ولا احد يساعدهم ليش هيك منو اللي منطي هذا المجال حتى فلانه الفلانيه طبعا هم ما معروفه تشوف محتواها لما تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي كاسمائهم الحقيقيه قصدك وهوياتهم ما معروفه بالاضافه الى انه هم شنو محتواهم ستوريات وفيديوهات يسمون نفسهم فاشانيستات او بلوجرات من تجي على الفاشانيستات يعني حتى سمعة المهنة خربوها يعني هسه نعرف احنا اكو فاشانيستات معروفات قديمات شوف هي يعني مهنتها تعرض ازياء تعرض فد منتج معين يعني هي هاي الفاشانيستا هاي المسميات انا اشوفها صارت تبويب حتى تقدم نفسها بهالطريقة صحيح سمت نفسها بالفاشانيستا اكو بيهم برا العراق وصدرت بحقهم مذكرات قبض او اعتقال مثل ما قلنا فرانكو هسه شخصية موجودة بالمانيا هنا القانون شو راح يتعامل بالموضوع ما هو القانون هسه يعني هسه خليه يلقون القبض على الجوة زين بعدين هسه نتجي حق مشكلتنا جوة ما هم الجوة موجودين ومكومين وخير من الله يعني خليه يتم إلقاء القبض يعني عليهم يعني هاي المذكرات مثلا تتعمم على المطارات على هو المفروض كإجراء قانوني تتعمم على كل مجرد انه سطرت مذكرة قبض وتحري المفروض تتعمم بكل مكان من قبل وزارة الداخلية لازم يتعمم كتاب هذا الكتاب احنا قلنا حتى المنافذ اللي هو اقليم كردستان يعني هم يعتبر انه يعني اكو سيطرة هم ترى نصهم موجودين باقليم كردستان وما حد يحكي وموجودين هم ببغداد كثر ببغداد موجودين ويروحون ويجون ما حد يحكي وياهم مثل ما قلنا اللجنة قبل 7 أو 8 اشهر تشكل
شكلت لجنة المحتوى الهابط. إذا أريد نحدد المعايير حتى يسمى هذا المحتوى هابط، تافه، هواية مسميات له، وفق هذه اللجنة وفق النظرة القانونية شنو المعايير؟ المعايير أولاً التزام بالقيم والعادات والأخلاق العامة. يعني هم كألفاظ ماكو أخلاق، أكو إباحة عن طريق الألفاظ، عن طريق التصرفات. يعني إحنا نشوف مو بس ترى المحتوى الهابط كأشخاص، أنت شايف مواضيع النوادي الليلية شلون دا تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أي واحد يدخل على إنستغرام يشوف شنو بداخلها. قبل خلينا نجي قبل 10 سنوات، يعني أكو أحد بينا أو من عوائلنا يعرف إيش دا يصير بالنوادي الليلية أو شلون شكلها أو شنو طريقة أدائهم وشنو اللي يسووا جوا؟ هسه الطفل، طفل بالابتدائية يعرف شو يصير. ليش؟ لأنه هي مقاطع مروجة. زين هنا نجي على البيجات، يعني البيجات هم لهم جزء طبعا. خلية الإعلام الأمني هم المفروض يكون لها دور بهذا الموضوع. يعني يتحمل مو بس الناشر، اللي يروج له من خلال البيجات ترويج، يعني ده يدفع مبالغ معينة حتى هذه المقاطع تنتشر. أكو لا حتى مو مبالغ، أكو بس حتى يحصل لايكات وتعليقات، لايكات وتعليقات ومشاهدات حتى ينشهر هذا المقطع. هذا هم راح يتحاسب؟ المفروض بالقانون هذا يتحاسب. لأنه أنت إذا تعرف قوانين النوادي الليلية شنو، حتى الكاميرات تكون مو واضحة، إضاءاتهم هم من ضمن القوانين اللي وزارة السياحة حتى يطهم الموافقات، حتى يطهم لازم الإضاءة، حتى من يصير تصوير كذا شخصية أو تصوير منه موجود بالداخل ما يكون واضح، الأشكال ما تكون واضحة. هاي من ضمن شروط الإضاءة. هسه إحنا الوجوه طالعة وفلانة وراها طالعة وفلان منه وراها طالعة، صار لهم جمهور، وش دي يسوون ولهم جمهور. هسه قبل شوي دي تحكي على أم اللول. أم اللول يعني انتشرت صارها تقريبا 2 شهر. شنو الطريقة اللي اشتهرت بيها أو كمحتوى هابط؟ أكو غيرها ترى محتواهم هابط أكثر وأكثر. صح وأكثر. صح. اللي هو واصلين مرحلة الخلاعة والابتذال. يعني هم خليعين وهم مبتذلين. ألفاظهم مبتذلة وتصرفاتهم اللي هم أكثرية بلا طلعت كم برنامج شون مثل يعني ظلت إنه تقول شنو السبب وهذا زوجي وهذا هيك وهذا الموضوع. هذا متوقع طبيعي يعني. هو هذا المتوقع أكيد ما راح تقول، مع العلم إنه أنت تشوف الفيديوهات اللي نزلت هي فيديوهات خاصة بها. فيديوهات خاصة، فيديوهات خلاعية نزلت طبعاً. بس بالتالي استخدمت هاي الفيديوهات حتى توصل وتنتشر وتقش مثل منقول. وبالفعل اشتهرت. وبالفعل اشتهرت. هاي الطريقة. وفيديوهاتها صارت تتروج أكثر. يسووها بنفس هذه الآلية. قبل هواي ناس ما تعرف من أم اللول. ورا ما صارت فيديوهاتها تتروج. صارت معروفة وصارت شخصية. إحنا قلنا المنصة من انطلقت والحملة من انطلقت مو مثل هسه شوية. يعني قل الموضوع، يعني قل نسبيا الاهتمام. اقل ايه قل الاهتمام هو ورا فتره قل. هسه قبل شهر يلا سمعنا انه صارت هم مذكرات قبض وتحري بخصوص مواضيع المحتوى الهابط، ولا هاي الفتره يعني 6 أشهر بالوسط يعني ماكو. زين دول محاكمتهم او مذكره القاء القبض بحقهم من يصعدون محكمه ايش قد يوصل سجنهم؟ يوصل الى 2 سنين. شوفوا كمواد قانونيه هي المواد القانونيه من 399 من قانون العقوبات العراقي الى 404. هذه تتناول مواضيع اللي تكون مخالفه للاداب العامه ومخله بالحياء، تكون بالعلن يعني نشرها. طبعا يكون سجنها حسب الحاله من 6 أشهر إلى 2 سنين حسب الحالة، يعني حسب أنه نظرة القاضي إلى يعني هو اللي يحدد كمية أو نسبة الهبوط بالمقاطع أو بالمحتويات. وتعرف أنه أنت من شخص لشخص يختلف. بس أكو أشخاص هذه راح تحدد المدة على أساسها؟ على أساسها تتحدد المدة. يعني مثلا من خلال الأغاني أو من خلال شعر معين أو من خلال اعتيادي، تختلف عن مادة اللي الإيحاءات الجنسية المو مبررة بالإضافة للألفاظ. جيد. حاليا دول شون دي يطلعون؟ دي يطلعون بتعهدات، دي يطلعون بواسطات وعلاقات، شنو الطريقة؟ بيهم انحكمت هسه أم فهد، عسل حسام، عنود الأسمر، انحكموا و شو انحكموا؟ رجعوا يصورون فيديوهات ونشوفهم كل شيء. ما هي المشكلة إنه هم انحكموا وطلعوا وراها وقالوا إحنا تأذينا بداخل السجن وتعرضنا الظلم وتعرضنا وليش إحنا من دون غيرنا فلانة هيك تطلع وفلانة هيك تطلع وما سجنت وما انحكمت. وراها تجي هسه المحتوياتهم نفس الشيء. يعني قبل كانت اللي تنشر مثلاً 3 فيديوهات باليوم، هسه صارت تنشر 30. زادت تفاصيلها، زادت صارت تنشر 30 بالإضافة إلى أنه إعلاناتهم صارت أغلى. يعني معناتها أنه من خلال الحبس والسجن صاروا مشهورين أكثر. إذا يعني شنو اللي سوينا؟ وين الإصلاح؟ ترى هو السجن دار إصلاح. أنا هنا أنا رايح بالقانون بالمواد القانونية اللي ذكرتيها. ورا ما يطلع من السجن أكو مادة لازم تكون أكو متابعة لهم، يعني لازم
اللجنة المتابعة غيرها، هسه الداخلية التابع غيرها من الجهات، اكو من يتابعهم يشوف شنو جاي يسوون. هو المفروض مثل ما قلنا هم زادوا. شوفوا اكو خلية اعلام امني هنا، لازم اكو رقابة. قبل فترة انه طلقنا موضوع لازم انه يكون انه لجنة امن سيبراني. المفروض يعني هذه المحتويات لازم اكو رقابة، يعني نفس ما صارت رقابة على موضوع الالحاد والشذوذ وتبادل الزوجات، شفت ايش قد اخذ حيز بالفترة السابقة، لازم على محتوى الهابط نفس الشيء. تعرف يعني احنا هذه النساء هسه اللي دي يطلعون بهذا الشكل امام دول العالم، يعني دول ترى الدول المجاورة وباوروبا وغير وغير كدول عربية واوروبية، هما دولي دي يمثلون المرأة العراقية. شوف هاي تمثل العراق صحيح؟ صح لو لا، يعني هل من المعقول انه هاي تمثل المرأة العراقية؟ يعني هما برا ما يعرفون انه دولي في الشخصيات. ليش ما نوصل، ليش ما نوصل بالقانون القرار لمنع ظهورهم؟ هسه مو صعبة يعني، ما عندنا هيش فت قرار. على الاقل هسه انذار، على الاقل انذار معين، توجيه انذار معين. بس هي هم اذا اصحاب الاكثر هبوط هم ما اتخذ بهم اي اجراء قانوني ولا اجراء امني وتركوهم عادي طبيعي ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، فواذا حذروهم يعني ما مشكله. دا اقول لك هم مسنودين، هم مترهين، هم كانه هسه انت دا تحكي ويا واحد ويا من عندهم او وحده من عندهم راح تحكي وياك بتعالي وراح تبدي انه حتى تهددك. زين، بما انه حضرتك عضو بلجنه حقوق الانسان بنقابه المحامين العراقيين، يعني هذا الموضوع ما تابعته بالنقابه؟ ما تابعناه. صار عندكم تواصل وزاره الداخليه الجهات المعنيه البقيه، تعالوا شوفونا حل الموضوع. تابعناه اكثر من مره، صارت جلسات نقاشيه عديده بهذا الموضوع وغيره من المواضيع. بس يعني تعرف يعني لما نقعد نتناقش بيناتنا كزملاء انه يعني فلانه الفلانيه من راح يحكي وياها؟ زين، اللي وراها فلان وراها فلان وراها فلان، فيعني شلون يعني واصل هاي القناعه موجوده واصلينها؟ وهي أني وأنت واقع. والمشاهدين والناس كلها تعرفها إنه أكو شخصيات معينة معروفين، يعني معروفين إنه وراها هواية من الشخصيات، ولا يعني شلون تطلع بهذا الشكل؟ معقولة ما تخاف من أهلها، من جيرانها، من عشيرتها، من قرايبها؟ القرارات القضائية الصدرة بحقها معقولة يعني ما تخوف لهذه الدرجة؟ يعني ما من المعقول أكو أشخاص فوق القانون. هسه إحنا هو احنا اذا راح نبقى بهالطريقه هذه، اذا راح نبقى بهالطريقه معناها هذول راح يبقون يستمرون وممكن يزيدون مثل ما هسه هم زايدين، المفروض خصوصا بمواقع محدده. يعني المفروض تصير لجان ياخذون الموضوع بشكل جدي، حتى مو كل ما تريد تصير او كل ما تريد تطش او كل ما تريد تشهر نفسها تشهر نفسها فيديو فاضح على متواصل، فيديو اباحي، فيديو فاضح ما يليق بينا ولا باطفالنا انه يتفرجوا، وبالاخير يقولون عن طريق خطا ويرجع نفس السيناريو ينعاد. فلازم اساسا انه اكو يعني بالسيستم مال اي موقع قبل ما ينزل اي محتوى لازم يكون مراقب. يعني اكو هسه محتويات اللي بيها دم وبيها قتل وبيها هذه الشغلات، هذه ليش راسا الفيسبوك يرفضها والانستغرام بكل العالم؟ بس احنا نحتاج تقييد بالداخل، احنا بالداخل ما عندنا تقييد والموضوع مفتوح وكل السهل ماشي. اليوم حتى الاطفال صاروا حتى البنات الصغار يصوروا المواقع ممكن هي او فيديوهات هي ما مناسبه وينزلوها وتاخذ صداها. انا اشكرك المحاميه اسراء الخفاجي عضو لجنه حقوق الانسان في نقابه المحامين العراقيين على كل هذه الاضاحات. شكرا لكم. اهلا وسهلا. إذا هذا الحكي يعني بقى مستمر، بقت هاي الشخصيات تشوف نفسها أقوى من تطبيق القانون وأقوى من اللجان الموجودة بالوزارات المعنية بهذه المواضيع، فإحنا عندنا مشكلة حقيقية ومشكلة ما راح نقدر نتجاوزها. اليوم يمكن الموجودات موقع موقعين مشخصات، بس إذا بقى هذا الموضوع راح ينتقل لباقي المواقع والأطفال كلها تتأثر وحتى الكبار. شفنا هواية اليوم شخصيات متأثرة بشخصيات المحتوى التافه وصناع المحتوى التافه، وبدأوا حتى يروجوا لهم وتصير لهم علاقات وياهم وكأنما هم ما أعرف شنو، يعني ناسين هم الطريقة اللي انتشروا بها شنو هي. فاصل قصير ومكملين باقي فقرات برنامج الحلقة. فرانكو واحد من الشخصيات اللي صدرت بحقها قبل فترة مذكرة اعتقال وقبض من قبل وزارة الداخلية وتحديدا محكمة تحقيق الكرخ. فرانكو ينضم ويانا بهذه الحلقة، نرحب بك فرانكو. اهلا وسهلا استاذ، تحياتي يا اهلا وسهلا الموجودين. يا اهلا وسهلا. هسه بالبدايه يعني شو قدمك؟ اعلامي، صانع محتوى، شنو تحب التسميه؟ صانع محتوى اقول، او تيك توكر عراقي او انت تحب. صانع محتوى وتيك توكر عراقي، زين.
خلينا نبدي من السؤال المهم. الموضوع ما يخص المذكره اللي صارت عليك، شنو السالفه؟ انت شو مسوي؟ خلينا نعرف. اولا السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمه الله. طلعت هواي قنوات وهواي بيجات بخصوص القاء القبض علي بمسمى محتوى الهابط. انت هذا ظهورك الاول ورا المذكره مو صحيح؟ نعم، هذا ظهورك الاول ورا ما صدرت المذكره كقناه تلفزيونيه. نعم نعم، هلا بك. كقناه تلفزيونيه لاول مره اطلع يعني واحكي بهذا الخصوص، ما طلعت ابدا ولا حتى على البث المباشر حكيت بهذا الشيء. انا احترم القانون العراقي، حتى لو انا كنت خارج العراق احترم قانون بلدي واحترم قواتنا الامنيه كذلك الامر، وكل الحب والاحترام للقضاء الاعلى، ولكن انا اغلب بثوثي كانت خارج العراق، وكان في السابق ممكن عندي اخطاء، ولكن من بعد ما رحت زرت بلدي وعرفت القانون الحمد لله راجعت نفسي وعدلت من نفسي، وما بها ما مو عيب ولا حرام البشر يغير من نفسه للافضل حتى يكسب الناس ومحبة الناس، والحمد لله تغيرت. بس ما اعرف ليش سبحان الله رجعوا على الماضي ما شافوا الحاضر. زين فرانكو، هو لاموك على هاي السالفة، هذا الموضوع بالتحديد، انه ما اعرف القانون العراقي ما ادري به. يعني اذا نقول 15 سنة مو كلش هواي، ما معقولة ما تدري باللجنة صارت، انت موجود على المنصات ما تدري بال انسجنوا من المشاهير بسبب محتواهم. كلامك صحيح، بس انا صار لي المنصه هاي تقريبا على البثوث سنه. زين. بس ما اعرف صراحه ولا اتداولت هذا الموضوع، زائدا انا ما عندي اي شغلات مثل ما قالوا بعض القنوات والبيجات ايحاءات جنسيه، عفوا من هاي الكلمه. هذا الشيء ما عندي ابدا، ما يوم حياتي غلطت على احد او تجاوزت على احد. زين. ابدا. حتى في حال اللي مقابيلي يسيء لي بكلمه، خاصه اذا امراه، ما ارد عليها لانه ما احب هذا الشيء. ممكن كان عندي اخطاء بس ما عندي اساءه البشر. هي المشكله الماضي. المشكله مو بال تسولف انت، المشكله بالشخصيات اللي تصعد وياك. انت مقتنع بها هاي الشخصيات اليوم تقدمها للناس؟ تيك توك جمهوره، انت تعرف التيك توك جمهوره. نعم. هم الاطفال والشباب اكثر شيء. نعم استاذ، انا اصعد ويا الكل يعني. زي. سواء ما اعرف المقابيل منه، طالما يحترمني واحترمه خلاص ما لي علاقه به شنو شغلته شنو مهنته شنو شو يسوي، لان اغلبيه بالبرنامج شي ما تعرف المقابيلك منه، تقعد تلعب وتتونس. لا بس اكو ناس من تصعدون انتوا اصدقاء، من الصعدون واحد يعرف الثاني. اكو ناس نعم وتسولفون. صح. فانت تعرفهم وتعرفهم شنو شغلهم ومحتواهم. بس انا اغلب نعم بس انا زي. اغلب الناس اطار البث فقط، اكو ناس صعدت وياهم وما اعرف شنو محتواهم وما اعرفهم شنو، الا بالمستقبل عرفتهم شنو وهم شنو، بس برقم ذلك لا سالي ولا سئت لهم. كل من إله بنفسه، كل من علي بنفسه. انت انا مثل ما تعرف. كمل. نعم. مثل ما تعرف استاذ، انا اجيت من عمر صغير هنا باوروبا، فتعلمت شغله اللي هي انا ما لي علاقه بالمقابل، اهم شيء ثلاث اشياء ما احكي بيها، اللي هي ما لي علاقه بالدين، ما لي علاقه بالسياسه، ما اسيء لاي شخص، اما ما لي علاقه بالمقابل. طالما ظلنا ثلاث شغلات ما مسويهن ما لي علاقه، احترمه ويحترمني. وزائدا هاي منصة يعني ما أقدر أسيء الابن بلدي أو بنت بلدي مهما يكون، لأنه دي شاهدنا العربي والأجنبي، فمن مستحيل. وهي أنت على غلط. أنت تعرفها. نعم. هي الإساءة مو إلا أغلط وأتجاوز وأفشر، الإساءة ممكن بل يصعد وياك بالشخصية اللي تصعد وياك، عدها في التفاصيل، عدها في أشياء تطرحها، هاي تعتبر إساءة وهاي توصل للناس وتأثر عليها. هواية تصعد وياك. نعم. هواية تصعد وياك شخصيات، وتحديدا من البنات، خلينا نقول تصعد وياك ثلاث شخصيات. نعم. شخصيتين كلها تحبها وتعزها انت، اللي تحبها صدق منو بيهن؟ الشخصيات اللي تصعد وياك. اي اللي تصعد وياك. حب كاصدقاء ولا حب؟ اي لا مو انت كلهم تقول انا احبتين صراحه احترمهم. زي. احترمهم، بس اني ما عندي اي شخصيه قريبه من عندي بالبرنامج سوى الناس اللي تحبني اللي هو جمهوري وبس، اللي هو الناس اللي حضورهم بلايفي داعميني. الناس تحترمني، لان المقابيل اقول لك اياها بصراحه، او اول مره يمكن تيك توكر يحكيها بقنات او يحكي الحقيقه. زين. دائما التيك توكر او تيك توكريه ما واحد حتى اذا يمثلون يحبون بعض فهو كذب.
عبارة عن كذب في علمود فقط مشاهدات ودراما. ماكو واحد يحب واحد، واحد يغار من الثاني، واحد يريد يصير أفضل من الثاني، ومنافسة شريفة ما بها أي شيء. زين راح تسوي مثل ما سوى صاحبك حسام حس خطب وتزوج من التيك توك، ترى راح تسويها؟ شوف تحياتنا إليه وكل الحب والاحترام إليه والخطيبته كل الحب والاحترام، ولكن أنا أشوفهم ناس حلوين ومحترمين وما ساءوا لأحد أبداً. زين. وأتمنى لهم التوفيق وللأفضل يا رب. راح تروح أنت بنفس الخط تشوف لك واحدة حبابة بنية من التيك توك تزوجها؟ شوف أكو بنات ناس بنات عوائل يفتحن لايفات صاحبات محتوى عندهن متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. واكو كل يعني اكو انسانه هيك واكو انسانه هيك، انت تعرف يعني المجتمع. هو لقيت لك وحيده لو لا فرانكو؟ لقيت لك وحيده لو لا؟ صراحه يعني شوف قلت لي صراحه يعني راح تحط لها اطار وما ادري شنو. حاليا لا، انت صريح سولفها مثل ما هي. انا صريح من هذا، حتى من قناتكم المحترمة أوصل رسالة لهواية ناس. زين. بخصوص البنية اللي كانت تصعد وياي دائما اللي هي أم اللول. زين. البنية لا حبيبتي ولا خطيبتي ولا مجرد صديقة تحترمني وأحترمها وبس، لا أكثر ولا أقل. يا بس هوكم مخطوبين وراح تزوجون، مجرد شقة وضحك. زين البيجات خطبتكم وزوجتكم وتو تدرون ما تدرون ما نعرف بعد. كل الحب والاحترام للبيجات، بس أنا أريد أسأل سؤال للبيجات والقنوات. أيه. فرانكو من إجل العراق وقدم فيديوهات عن العراق حلوة وعن بلده وعن الشهداء اللي ضحوا من أجل الأرض والعرب، قواتنا الأمنية الجيش والشرطة والحشد، الناس اللي فقدت يعني أمهات فقدت أولادها، زوجات فقدت أزواجهن، أطفال تيتمت في سبيل شنو؟ في سبيل أنا قاعد أجي أفتر براحتي وعائلتي تعيش بسلام. ضحوا وأنا نزلت فيديوهات والحمد لله والشكر كل مدينة أروح أزورها أنزل عن مطبعها وعن أهلها، وموجودة فيديوهات بصفحتي عن مدينة الصدر الله يحفظ أهلها، عن كربلاء المقدسة، عن أربيل الله يديم عليهم الجمال والأمن والأمان، عن الرمادي، عن الموصل، نزلت هواية فيديوهات، هواية شغلات إيجابية قدمتهن عن بلدي. اللي ممكن راح تسألني ليش سويت هذا الشيء؟ زين. راح أقول لك شغلة، اللي هي أغلب الأصدقاء الخليجيين اللي أعرفهم واللي بأوروبا دائما يقولوا لي العراق بحرب، هاي الصورة اللي وصلت العراق بس خايفين. فأنا كتيك توكر عراقي، زين، ما حد سواه قبلي من أي تيك توكرية أو أي يوتيوبرية كعراقيين. خوش أجيت قدمت هذا في سبيل تصل رسالة أنه بلد بخير. اليوم من يجي الخليجي يريد يجي يزور كربلاء المقدسة ويجي يزور أربيلة ويجي يزور بغداد، راح يشوف فيديو عن تيك توكر عراقي يشوف الطرق ويشوف الأمان أنه بلد بخير. اليوم راح يجيني هذا الخليجي أو يجيني العربي الثاني أو أي شخصية، راح يجيني وياه 4000 5000 دولار كسائح، راح يشغل المطعم وراح يشغل الدكان. هذا الموضوع عشتي ذكبي، بس بنفس الوقت هذا الخليجي والعربي هم يشوف بثك، من يشوفك تصعد شخصية تتسمى هي عراقية بالتالي وهي ما أعرف شنو شغلها وضعها حياتها، هم راح يأخذ صورة ثانية علينا، فهاي هم أتمنى من عندك أنه تراعيها. لا الحمد لله وشكر، قلت لك أنا وأكرر، حلوة الشخص من يتعلم من أغلاطه، ولكن سيئة بالشخص من يكرر أغلاطه. الحمد لله أنا كشخص أراجع نفسي دائما وأسمع النصيحة من الصغير قبل الكبير، مع احترامات الإسلام أسمع النصيحة من كل إنسان. فمن كنت إذا أنا كان عندي أخطاء، ليش ما هاي القنوات أو البيجات أصلحوا من ابن بلدهم؟ اليوم أسأل سؤال للجميع، اليوم إذا أخوك أو ابن عمك أو ابن بلدك كان على خطأ، راح تجي وتسجنه وتهينه وتضربه لو راح تجي تعلمه تقول له لا انت سويت خطا اتعلم من غلطك؟ زي. انت راح ترجع للعراق؟ راح تروح راح تتوجه للقضاء على هذه المذكره؟ انا احترم القضاء العراقي زي. وعلى راسي، ولكن من بعد ما قدمت فيديوهات عن بلدي حلوه هجموا علي اللي باوروبا فاتهموني انه انا ابن الميليشيات، ناس اتهمتني انا ابن الحكومه العراقيه، ناس اتهمتني انا روج للحكومه العراقيه، ناس اتهمتني غيره، مع العلم انا ما اتبع اي شخص، انا اتبع بلدي، احب بلدي واعشقه، فارقت بلدي 14 سنه، فمن المستحيل بعد اقدر افارق بلدي ولو شهر واحد. فهنا باوروبا قاموا علي دعاوي
لسحب إقامتي وضروني بهواية شغلات مثل منو تكسير سيارتي. منو اللي سواها؟ عراقيين عرب منو اللي سواها؟ لا عراقيين اللي سووا هذا الشيء ومعروفة يعني بالمواقع التواصل الاجتماعي إن عرفت وحتى سيارتي عرضتها على الناس شلون كسروها الناس مع العلم اللي كسر سيارتي عراقي بس ما انطاني قلبي أقيم عليه دعوة أو أحاسبه لأن هيك وهيك أكو تأمين راح يعوضني زين دولة شنو تيك توك دولة شنو غيرة شنو الموضوع لا الناس يقول لك أنت بسببك قاموا يرجعون العراقيين للعراق لأن بسبب فيديوهاتك اللي قدمتهن عن بلدك إنه أمان مع العلم البلد خراب والقانون هيتي والحكومة هيتي مع العلم الحمد لله وشكر بلدي تطور للأفضل وما ننسى تضحيات قواتنا الأمنية من أجل تحرير الأرض والعرب أفهم منك إنه أنت إذا رجعت إن شاء الله راح تروح وراح تقولهم هذا أنا موجود وشنو عندكم قدموا لي بالنسبة للقضاء العراقي طبعا قضاء بلدي أحترمه شوف خلينا نكون واقعيين أنا الحمد لله وشكر حاليا خارج العراق من خلال هذا الشيء اللي صار علي أقدر بين قوسين أخذ لجوء سياسي ومن خلاله أخذ جنسية ألمانية صح هواي ناس تتمنى هذا الشيء وأني كشخصيا سابقا قبل 10 سنين أو 11 سنة كنت أريد يصير علي مذكرة تلقى القبض حتى أخذ إقامة سياسية بس بعديا لا أخذت إقامة عمل في سبيل أروح البلدي لأن ما أريد هذا الشيء لأن الحمد لله أشكر بحياتي ما دخلت مركز شرطة فأقدر من خلال هذا الشيء أروح أخذ لجوء سياسي وأخذ جنسية ألمانية أنت شنو حاليا شنو شغلك شنو شغلك غير التيك توكر حاليا بشاحنات مدرب شاحنات زي. ألمانية أدرب ناس أدرب ناس وأكو عراقيين يتدربون موجودين أكو عراقيين يعني مثلا كعراقيين كسوريين هواي ناس لازم جدد لازم البلد لازم التيك توك فلوسه مو زينة لا مو مسألة فلوسه مو زينة بس أنا هاي شغلتي أنا موظف شغلتي الأساسية هي هاي اللي هي يعني أساعد الناس لأن إجازة السوق بألمانيا سعرها 15,000 دولار فالناس ما تقدر تدفعها فإحنا من خلال الشركة اللي أنا بيها أو من خلال وزارة الشؤون والعمل يدفعوا لهم هذا المبلغ حتى يهيئوهم إلى سائق شاحنة ويقدر يشتغل كسائق شاحنة حلو ممتاز اتمنى لك احنا كل التوفيق انا اكيد حتى ما انسى سالفتي يعني اعتذر فاكيد انا رقم انه خارج البلد احترم قانون بلدي ومن هذا الشيء لازم اتعلم واقدم للناس الافضل واني اعتذر الجميع العراقيين واعتذر كذلك الامر بالاخص قضائنا الاعلى وقواتنا الامنيه وشكو عراقي اذا انا شفته من عندي اساءه او كلام مو حلو ان شاء الله اني اعتذر من الجميع والاعتذار من شيم الرجال واني ابنكم وانتم اهلي ان شاء الله جاي احسن ان شاء الله ومثل ما قلت واحد يتعلم من خطأ بس انا على طريقتكم عندي حكم لازم تنفذه وهو تنشر لنا فيديو بصفحتك تقول لجمهورك تنتظرونا يوم الاثنين ويا عباس رشيد وبرنامج من حولك على قناه الايام الشرف ولكن بس اريد اقول سالفه واحده أي. قبل يعني قبل كل شيء هاي اهم شيء انا بس اريد اسال سؤال ليش اكو ناس تسوي هوايه من تيك توكريه داخل العراق تسوي اشكال والوان شو ما حد عاسبهم صح شو ما حرموا القانون وقت طلعوا من السجن ورجعوا زادوا اصلا بس انا كعراقي حتى إذا أكون صار لـ 14 سنة خارج العراق ومن خلال هذا الشيء أقدر أخذ جنسية أنا ينعن أبو الجنسية وينعن أبو الإقامة الألمانية لا بلدي فوق الجميع والله كفو ولا أنسى أنه بلدي والقانون العراقي أنا أثق به لأن إحنا علمنا الناس على القانون أحسنت فقانوننا ما يظلم راح نرجع إن شاء الله بعد فترة وتصير لنا حلقة ثانية ونسولف الموضوع ثاني إن شاء الله ننتظر تنفيذ الحكم من عيوني أخوي طلع موبايلك وصور هسا عجل هسه عجل راح نصور سناب زين يا بنتظرون ويا قناة الأيام ويا أستاذ عباس يوم الاثنين على الساعة شقد؟ الساعة 2 الساعة 9 برنامج من حولك الساعة 9 بتوقيت بغداد يوم الاثنين انتظروا الحلقة نار ويا أستاذ عباس تحياتنا للجميع حبيبي فرانكو موفق إن شاء الله وشرفنا فيك موفق للجميع وسامحونا على كل شيء وانظرونا بعين الرأفة لأن أحب بلدي وما أريد أتخلى عن بلدي الله يديم هاي المحبة إن شاء الله الله يديم هاي المحبة مع السلامة الله يسلمك السلام عليكم
فاصل إن شاء الله ومكملين باقي فقرات البرنامج بعد ما سمعنا كل هالسوالف الحلوة من التيك توكر فرانكو. وعلى طاري المحتوى الهابط، مو تروحون تشترون تليفون مليونين مليونين ونص وتشوفون به محتوى هابط. وهسه نشوف عيوب آيفون 15 ويا فاطمة طالب. أهلا بكم في تكنو. من أدفع أكثر من مليونين ونص على آيفون 15 فأني أكيد راح أنتظر منه يسوي لي كل شيء، لأنه مدير أبل قدم لنا على أساس أنه هو جهاز خارق راح يغير حياتنا ويختلف عن بقية النسخ القديمة. بس بالحقيقة وبعد ما واحد يمكن يبيع ثلاجته أو يبيع تلفزيونه على مود يشتري الجهاز، شفنا به هواية عيوب. وبحسب خبراء الهواتف، واحدة من المشاكل هي ارتفاع درجة حرارته، وعدد من المستخدمين أكدوا أنه حرارة الموبايل وصلت 48 درجة. أما المشكلة الثانية هي فشل الخلفية الزجاجية باختبار الكسر والصمود أمام اختبار الضغط والانحناء، فتبين أنه الجهاز ينكسر أول ما واحد يضغط عليه، وحتى لون الإطار المعدني يتغير بعد فترة قصيرة من الاستخدام. ماكو داعي على مود تكون ترند تشتري موبايل سعره كلش مبالغ به، وبعدها حتى خبراء الأجهزة ما ملحقين يكتشفون عيوبه. فلوسه أبد مو قليلة، وبس أنت اللي راح تخسر، الشركة ما عليها شيء، همهم الفلوس وراح تكون بالجيب وما راح تروح بيه للفضاء. إذا صبرت شوية راح تشوف عيوبه ومميزاته. تفوت بتقاطع ملعب الشعب وشارع الربيعي بالرصافة طبعاً، نحكي تشوف الالتزام فول، كل واحد حزامه وتليفونه عايفه، غير طبعاً اللي عايفيهن باقي بدون حزام وتليفونه بيده، ونخذت لهم صور. متوسط 12 يوم بهاي التقاطعات عبرت المخالفات 400,000 مخالفة. طبعاً الموضوع حالياً بدأ بشكل تجريبي بهذه التقاطعات، 5 تقاطعات تقريباً ببغداد، وبقية التقاطعات والشوارع أكيد ضمن خطة مديرية المرور العامة، وهذا اللي راح نتعرف عليه أكثر من خلال ضيفنا العقيد نصير عبد الستار، معاون مدير قسم العلاقات والإعلام. رحب بك أستاذ نصير. أهلا وسهلا، مساء الخير على كادر قناة الأيام، مساء الخير على جمهوركم الكريم. أهلا وسهلا. زين. نعم. 5 تقاطعات شديتوا بهن كاميرات مثل نعم. ما قلنا نعم. المخالفات خلال 12 يوم عبرت 400,000. أرد أسأل في البداية، جاي تأخذون صور جماعية؟ جاي يسوون إيش دعوة لقد المخالفات؟ حقيقة هي التجربة إن شاء الله تكون ناجحة، وهي تجربة يعني حديثة، يعني مو جديدة. جميع الدول الإقليمية والقريبة والبعيدة أنه هاي جاي تطبق هذا النظام، أيضا حتى بالإقليم إحنا أكو هذا النظام موجود، فمو جديد على مواطننا الكريم. وهي التجربة بدأت حاليا ب5 تقاطعات بجانب الرصافة و5 تقاطعات بجانب الكرخ. حالة نجاح هذه التجربة راح تعمم على جميع تقاطعات وشوارع بغداد والمحافظات. حاليا الموضوع تجريبي، بديتوا نعم تحسبون هذه الغرامات بشكل فعلي؟ نعم. الشركة اللي هي شركة هي رصينة وشركة لها باع طويل بهذا الاختصاص، حاليا العمل بها لتلافي الأخطاء. الأخطاء تعرف أنت إذا يعني الموضوع تجريبي حاليا. نعم تجريبي. وحال تنفيذ هذا المشروع راح يعمم هذا الموضوع، وكل مواطن عنده علم عن طريق قنواتكم الفضائية الكريمة، عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي. وراح نحدد هذا اليوم، راح تباشر به الكاميرات بفرض المخالفة الحقيقية. وراح نقول المواطن راح يكون عنده علم بهذا اليوم. ويكون متهيئ وحتى تلافي. أنا أبو نعم. سيارة وصلت نعم. للتقاطع، عبرت هسه ما انتبهت الكاميرا أخذت لي صورة، الفلاش اشتغل ما اشتغل ما أعرف. نعم. شلون أعرف إن فرضت علي غرامة لو لا، وشو نعم. كنت لازم أسددها؟ هذا سؤال مهم أيضا. راح يكون هناك تطبيق، جميع أصحاب المركبات راح يزودون بهذا التطبيق رقم هاتفه ونوع صحيح. مركبته ولو حتى شنو اسمه هذا التطبيق حتى نثقف الناس. هذا التطبيق حاليا بعد ما ينفذ الأمر وتكون على أرض الواقع أكيد راح نعلم المواطن بكل الأمور اللي ممكن تسهله شلون يكون بهذا التطبيق وشلون تكون الإجراءات حالة تنفيذ القرار وحالة تنفيذ مباشرة بعمل الإشارة الذكية والكاميرات. راح تطبق هذه بدون التطبيق لو راح ننتظر التطبيق يلا تطبق؟ لا أكيد أكيد طبعا راح يعمم هذا التطبيق، وراح يكون جميع أصحاب المركبات راح يشاركون بهذا التطبيق ويرسلون أرقام تليفوناتهم
وارقام مركباتهم، وراح يكون كل مواطن راح. ايش قد تقريبا هذا وقت يحتاج؟ حاليا احنا طبعا الشركه حاليا على بالعمل المستمر، ايضا سيارات معالي وزير الداخليه وتاكيدات من قبل الكادر الهندسي في مديريه المرور العامه، ايضا الشركه اللي هي متكفله بهذا الموضوع، وحين اكمال العمل وتكون العمل ما بي مشاكل ولا اخطاء. مثل ما تعرف هي منظومه متكامله، يعني إشارة ضوئية تكمل إشارة ضوئية أخرى وتكون حلقة، وهذه الحلقة تكون متكاملة حين تكاملها وحين يعني تلافي الأخطاء والمشاكل راح نعلن على هذه. أرجع لسؤالي، شلون أعرف أنه أنا مخالف؟ عرفت من خلال التطبيق. تفاصيل المخالفة شنو اللي هي تسمى مخالفة؟ نعم، أثناء رصد المخالفة راح ترسل SMS إلى صاحب المركبة عن طريق الهاتف مالته المثبت بالتطبيق، ونعلمه أنه أنت عندك مخالفة في التقاطع الفلاني، وترسل معه صورة. هذه الصورة بيها رقم المركبة مالته والصورة للسائق اللي بالمركبة، حتى نتلافى أنه أحد ينغبن أو يصير مثلا مشكلة أو يقول أنا ما موجود أو كذا. هي كلها تشمل موثقة. فقط التليفون والحزام، لو أكف بعد يعني طبعا هي كل ما يخص تعتبر عقوبة. لا، هي كل ما يخص النظام المروري المعمول به في بغداد والمحافظات راح تكون هي هذه الكاميرا هي مؤشر. مثلا عدم الالتزام بالوقوف الصحيح، يعني مثل ما نعرف أكو الخط الأبيض اللي قبل تقاطع العبور، قبل العلامات المرورية لعبور المشاة أكو فد منطقة، نعم، خط فاصل. هذا أيضا الوقوف الصحيح للمركبة أيضا يتحاسب عليه هذه الكاميرا. يعني الوقفة النظامية لأثناء وقوفه قبل الإشارة الضوئية. أيضا مخالفة استخدام الهاتف أثناء سياقة المركبة، أيضا لبس الحزام الأمان. لبس الحزام الأمان لا نعني فقط أنه سائق المركبة يلبسه، لا، جميع بالمركبة يلبسون حزام الأمان. هذه هم تعتبر مخالفة؟ طبعا مخالفة أكيد. لأن إحنا حماية السائق يعني ما تقل عن حماية الراكبين وياه. مثل ما نعرف شوفوا شوية، هذا القرار قوي، يعني مو الكل راح يقدر يلتزم به أو يلتزم به. هسا السائق هذا لازم، هذا كلنا نأكد عليه، بس اللي بصفه اللي وراء تشوفوه مقبول هذا القرار؟ يعني أنت إذا تسمح الأستاذ العزيز، يعني أنه هي حزام الأمان وجد هو مو لي يعني خلق أو وجد بالمركبة، هو ما وجد لشيء كمالي بالضبط. لا، هو حماية الراكبين في المركبة، يعني الركاب بالمركبة لحمايتهم. فأنت ما نعني شخص واحد بالمركبة اللي هو فقط السائق، لا، نعني جميع اللي هم بالمركبة، هم لازم توفر لهم وسائل الأمان والحماية. ما معناه أن الكل لازم يلتزم؟ أكيد أكيد الكل بالمركبة، واللي خالف يعتبر يعني خاف. يعني هذا هم من نقطة مهمة جدا لإخواننا سائقي المركبات، إنه يصور هو لبس الحزام الأمان راح يمنع من المخالفة. لا، اللي راكب وياه أيضا راح يرتدي أو يربط حزام الأمان، اللي هم راح تكون عليه مخالفة. زين، هواي عندنا، يعني شوف إحنا سيارات، كلنا عندنا سيارات، نفتر بالشارع خلال تجوالنا، سيارات المظللة هذه شو راح تتعاملون وياها؟ حقيقة القانون كلها طبعا أكو بيها تابعة لجهات، مو كلها أصولية، وأنتوا عرفوا بهذا الموضوع. نعم، قانون المرور رقم 8 سنة 2019 بالمادة 25 يعاقب بغرامة مالية كل شخص يخالف هذا القانون، أنه هو يظلل مركبته لدواعي أمنية ولدواعي أخرى، أنه إحنا قانون رقم 8 سنة 2019 منع تضليل المركبات. احنا نحكي على قانون رقم 8 اللي احنا نعمل عليه، او دستور المرور العامة حاليا احنا نعمل عليه، انه التضليل هي مخالفة مرورية. من خلال هذه الكاميرات وهذا الرصد التجريبي خلينا نسميه، نعم، تشوفون قلة، يعني صارت اكو فد قلة بالحوادث، اكو التزام من قبل السائقين، أكو صار عندكم فد عينات للتجربة؟ إحنا بعد ما يعني رصدنا وشفنا حجم المخالفات اللي حصلت وخاصة في الطرق السريعة، طبعا هذا يعني حتى يكون واضح للمواطن الكريم، هو ليس فقط في التقاطعات هاي الكاميرات والإشارة الذكية، لا، حتى على الطرق السريعة. هسا إحنا طبقت حاليا أكو كاميرات موجودة على طريق السريع محمد القاسم، طريق السريع اللي من الدورة يربط بالوسفية أكو كاميرات، وايضا طريق اللي يربط السريع يربط بغداد بجنوبه يعني بالمحافظات الجنوبيه، هذه ايضا هناك كاميرات ترصد السرعه
وترصد المخالفة اللي احنا ذكرناها، حزام الأمان والاتصال بالهاتف. حقيقة هذا يعني احنا من دنا نقوله من خلال تجربة ومن خلال واقعنا، انه شفنا مسألة المخالفات اللي هي سبب الى الكوارث، انه السائق يستخدم الهاتف وما ينتبه للطريق. ايش قد من الحوادث سببها التليفون؟ كثيرة جدا. يعني احنا احصائية طبعا، هي الاحصائية العالمية تقول من 40 إلى 50 نسبة الحوادث اللي تصير سببها الهاتف، الاحصائية العالمية. نعم. اما احنا بالنسبة للعراق يعني اعزيها من 30 إلى 40% من نسبة الحوادث. طبعا اكيد انت يعني العفو بالسرعة اللي هي بتعبر 120 الثانية تغفل عن الطريق، الثانية تسبب لك حادث أو ردة الفعل عندك أثناء شوف مثلا وقوف مركبة أمامك أو شخص يعبر من أمامك، أنت هذه ما تنطيك السرعة والبديهية، لأنه أنت شو أنت تصرف وتأخذ القرار السريع. زين. الازدحامات موضوع مو غريب عليكم أنتم، هذا الموضوع متعايشين وياه بشكل يومي. هاي الفترة عندنا فترة إصلاحات، فترة إنشاء طرق جديدة، جسور جديدة تطويرها، فبالتالي أكو ازدحامات ممكن زادت بهذه الفترة ببعض التقاطعات. شو أنت تتعاملون هذا الموضوع كخططكم؟ طبعا يعني أمر وتوجيه السيد دولة رئيس الوزراء المحترم بتشكيل لجنتين، لجنة السين السلامة العامة شكلت من جميع الدوائر ذات العلاقة، بعد ما مشكلة الازدحامات المرورية وصلت إلى أعلى المستويات. يعني احنا كنا نعاني من عندها، ونعرف المواطن الكريم شنو معاناته من مشكلة الازدحامات المرورية، وما اعتقد واحد ببغداد ما حاسب هاي المعاناة. لهذا السبب شكلت لجنتين، وهاي لجنتين اخذت يعني كل المقترحات والقرارات وتعاونت بيناتها، وحتى مشكلة الازدحامات المرورية نقضي عليها او نقلل من عندها بنسب كبيرة جدا. تعرف بعض القرارات اللي حصلت اللي هي رفع السيطرات اللي كانت في بغداد، ايضا مشاريع العملاقة الكبيرة. احنا بصراحة كنا يعني متخوفين من هذه المشاريع، كون هذه الطرق ما تتحمل اوقات طويلة، ما راح يتحمل هو، لكن مو حل صح. لكن احنا حتى نقدم حلول جذرية لهذه المشكلة لازم نقدم يعني اعمال طويلة الامل بالعمل بها حتى نحل المشكلة جذريا، وذلك بناء جسور وانفاق وفتح شوارع كبيرة جدا حتى نحل المشكلة. تعرف مثل ما تعرف جنابك هذه يراد لها وقت، يعني أكثر احنا كل هاي الأعمال نحكي عليها أكو سقف زمني وسنة. المشكلة هنا سقف الزمني، أكو مشاريع أبو السنة يصير ثلاث سنوات. لا لا لا. حاليا أكو متابعة لهذا الموضوع. لا لا. توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم، أيضا متابعة من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم، أنه هذه الأعمال تصير ليس في وقت محدد وإنما صباحا ومساء الأعمال بها حتى تنجز بأسرع وقت حتى نخفف على كاهل المواطن. إحنا كمديرية المرور العامة بالتنسيق مع هذه الدوائر فتحنا طرق بديلة، طرق بديلة مثل ما تعرف جنابك الأعمال اللي تصير تحت المجسر اللي يربط بين الزعفرانية والكرادة. هو أنا أهم سؤال يعني هو الموضوع هذا ليش ده تصير أكثر شيء بالرصافة الازدحام عكس الكرخ؟ أكيد أكيد الكرخ أقل. مثل ما نعرف هي الرصافة أقدم من الكرخ. أيضا جميع الوزارات أو معظم الوزارات هي في جانب الرصافة. هذا جانب آخر، أيضا بها مناطق تجارية ضخمة جدا اللي هي أيضا سبب من أسباب الازدحامات المرورية. مثلا عندك مثلا أكبر سوق تجاري اللي هو الشورجة في نص بغداد، أيضا سنك، أيضا عندك المجمع الصناعي اللي هو في منطقة الشيخ عمر. هذه المناطق اللي هي أصلا المفروض هي ما تكون داخل أو وسط بغداد. زين. نعم. أكو فد موضوع كلنا إحنا عايشينه ونشوفه. هواية أكو يأكلون بالسيارة مثلا بالتقاطع. صح. من يمشي. صح. هذا راح تعتبر عليه مخالفة إذا دا يشرب ماء، إذا بيدلفة، إذا يعني هاي التفاصيل تعرف، هاي نعيشها يوميا. طبعا احنا يعني هي شوف يعني احنا ليش نطبق هذا النظام الرقمي والنظام الالكتروني حتى ما عندنا واحد من المصورين يدخن يقول اذا دخن هم تحسبوا لي مخالفه. طبعا هو التدخين ايضا هي مخالفه بداخل المركب. يا ابو مخالفه ليش؟ احنا طبعا هي هذا كل المسائل اللي تلهي السائق عن الطريق هي تعتبر مخالفه. يعني استخدام الهاتف، الاكل بداخل المركبه مثلا، اللهو والكلام
مع الراكبين كلها تأثر على قيادتك وعلى الطريق ممكن تسبب حوادث. هي مشكلة الازدحامات المرورية اللي تصير عندنا، العفو الحوادث المرورية اللي تصير عندنا، هو عدم انتباه سائق المركبة إلى الطريق. فأكيد هو ما منتبه راح يسبب لنا حادث كارثي. نتمنى بالتالي كل الأخوة السواق وإحنا ضمنهم يكون طوعي وليس إلزامي، يعني هاي التعليمات، وبالتالي هي لمصلحة الكل ولسلامة الكل. أنا أشكرك العقيد نصير عبد الستار، معاون مدير قسم العلاقات والإعلام بكل هذه الإيضاحات. أشكرك. يابا ماكو حل، تلبس حزامك نفس ما قلنا بالعناوين، وتعوف تليفونك وأكلك وشربك من توصل بيتك سويه، حفظا على حياتك. بالضبط، أكو غرامات وأكو عقوبات، وتجيك بالتليفون يأخذوا لك صورة ويدزوا لك إياها. فاصل ومكملين. شكرا لك. سؤال مهم، العراق راح يقدر يوصل بطاقته التصديرية للنفط للكميات المحددة بالموازنة؟ هذا السؤال يجاوبنا عليه حسين القرعاوي من خلال هذا التقرير. الله بالخير، العراق راح يقدر يوصل الطاقة التصديرية لكميات النفط الموجودة بالموازنة لو لا؟ هذا أبرز سؤال كان مطروح وتحول لتحدي أمام الحكومة الحالية اللي قدمت موازنة انفجارية ولثلاث سنوات. الجواب هو بحسبة بسيطة لمعدل صادرات النفط والإيرادات المالية خلال شهر تشرين الأول، راح نلاحظ أنه شركة سومو صدرت 109 ملايين و545 ألف و589 برميل خلال 31 يوم، يعني بمعدل يومي 3 ملايين و500 33,728 برميل، وهذا أكثر من الرقم الموجود بالموازنة واللي هو 3,500,000 برميل. أما بحسبة الفلوس، فإذا قسمنا إيرادات الشهر على الكميات المصدرة من النفط، راح يطلع لنا سعر البرميل 87 دولار ونصف للبرميل الواحد، وهذا الرقم مريح بالنسبة لإيرادات الدولة بما أنه السعر المعتمد بالموازنة 70 دولار. وبلغة الاختصار المفيد، وبعد ما استعرضنا الأرقام، إيرادات العراق النفطية والكمية المصدرة السيف سايد، وهذا يطمئن الشارع العراقي بعد ما صدعوا رؤوسنا بعض الخبراء الاقتصاديين بالعجز المالي بالموازنة. وصلنا وياكم لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من حولك، نشوفكم الأسبوع الجاي، في أمان الله.